يعني اللي ما سمعش او اللي ما حضرش موسيقى واغاني التسعينات فاتوا كتير قوي، لان كلنا بنقول ان جيل التسعينات يعني هم اللي او فيها الفتره دي بتعتبر مكتبه كده للموسيقى، نظرا طبعا لانها جت بعد فتره مليئه بنجوم الثمانينات العظام. عشان كده جيل التسعينات كان في سباق مع الزمن والجمهور عشان يثبت نفسه ويواكب الزمن اللي هو كان فيه. وكان فيه ساعتها بقى ابتدى يبقى فيه الووكمان، وابتدى يبقى فيه الام بي 3 والحاجات دي كلها، وانه فيه فيديو كليبات. كان اختبار في الحقيقه صعب، لكن هم في الحقيقه عدوا ونجحوا في الاختبار ده بجداره، وقدروا ان هم يخرجوا لنا اجمل واحلى الاغاني اللي لسه عايشه معانا لحد النهارده. وفي الحقيقه أغانيهم دي ما بتموتش أبدا، عايشة عبر أو يعني موجودة معانا عبر كده السنين. الحقيقة بقى في التسعينات بالذات كان في واحد بس في جمهورية مصر العربية كان كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. هو معانا دلوقتي على التليفون المطرب حسام حسني، نجم جيل التسعينات لحد النهاردة، نجم كبير. مساء الفل عليك يا نجم. مساء الخير ومساء الفل على الناس اللي بتسمعنا أو بتشوفنا في التلفزيون، وشكرا على المقدمه الجميله دي. يعني تستاهلها واكتر، انت امتعتنا سنين طويله قوي باغاني حلوه قوي. يعني قول لنا بقى كده واحكي لنا، نرجع معاك بالزمن لورا وقول لنا الصعوبات اللي كانت بتواجهكم في الوقت ده كانت ايه، يعني عشان تقدروا يعني كان قبلكم نجوم طبعا كبار وكل حاجه، وانتوا عملتوا لاين مختلف، ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهكم؟ يعني احنا الحقيقه في موسيقى التسعينات الحقيقه يعني انت عارفه طبعا عبد الحليم حافظ مات 77، وبعد بموت عبد الحليم حافظ في تجارب جديده بدات تبان يعني في الوسط الفني. فهو ده خد فتره الثمانينات كلها في تجارب 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 لغايه ما التجارب دي الحقيقه نضجت واثمرت على موسيقى التسعينات يعني. فعشان كده يمكن موسيقى التسعينات عايشه اكتر من الفترات اللي قبليها، لان هي تجربه الحقيقه نضجت في التسعينات. يمكن التجارب طبعا اللي احنا مرينا بيها، ان الاجيال اللي كان قبلينا يعني ما كانتش لسه قادره تستوعب التجربه بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي يعني. فكان الحقبه خاطئ علينا في الفتره اللي احنا بدانا فيها يعني، خصوصا ان موسيقى التسعينات تعتبر موسيقى يعني بدايه ظهور حاجه اسمها البوب المصري او الموسيقى الشعبيه المصريه الحديثه يعني. فهو ده اللي كان الاشكاليه اللي موجوده ما بين صراع الاجيال في ذلك الوقت يعني. انت كمان كان عندك كده حاجه مميزه قوي، الفيديو كليب. يعني انت كنت يمكن من اوائل الناس اللي اهتمت قوي بالفيديو كليب والصوره والحاجات دي كلها. هل اول ما ابتديت كده واول ما كان فيديو كليب ينزل لك، احكي لي رد فعل الناس كان عامل ازاي؟ خلي بالك برضو يعني انتوا كنتوا في ظروف صعبه قوي، لان ما كانش فيه لا الفضائيات اللي كانت بعدها بشويه موجوده، ولا مثلا الانترنت ولا السوشيال ميديا، فانتوا كان التسويق صعب جدا، بس وصلتوا للناس. فاحكي لي عن كنتوا بتعملوا ايه؟ وانا عايز اقول بس ان المصطلح الفيديو كليب ده كان مصطلح جديد في وقتها، لان كان المصطلح الشايع قبل كده حاجه اسمها السينما كليب. يعني كلنا شفنا كبار الفنانين ابتداء من الاستاذ عبد الوهاب في الثلاثينات وما يليه بقى من محمد فوزي وليلى مراد والخ نجوم السينما العظام، يعني نهايتها بالاستاذ عبد الحليم حافظ طبعا اللي ابدعوا في حاجه اسمها السينما كليب. السينما كليب طبعا دي حاجه مكلفه جدا، انك تجيب شريط سينمائي ومصور سينمائي وكاميرا سينمائيه جدا. يمكن احنا في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات كنا محظوظين باختراع حاجه اسمها الفيديو، اللي هو الشريط اللي بيتحط في كاسه الفيديو ويشتغل. فكان بالنسبه لنا اختراع حاجه اسمها الفيديو كليب دي حاجه عظيمه جدا وارخص جدا من السينما. طبعا الناس بدات تحاربنا جدا جدا لما عملنا حاجه اسمها الفيديو كليب، بس احنا الحقيقه كنا محظوظين جدا، بالذات الناس اللي بدات في اوائل التسعينات في مصر، لان كان في حاجه اسمها القناه الاولى والثانيه وبعد كده جابوا الثالثه. فلما كان فينا حد بيتذاع له غنوه كان كل مصر بتشوفها. أيوة. لانه يا اما على القناه الاولى يا اما على القناه الثانيه بس. وساعدتنا في ساعتها البرامج اللي كانت في قسم المنوعات اللي كانت موجوده في مصر، زي اماني واغاني، زي مجله التلفزيون، زي مجله الاغاني. الحقيقه ده ساعدنا جدا جدا على الانتشار، وكان الموضوع مكثف جدا، لان مثلا حسام حسني بيعمل كليب فبينزل على القناه الاولى، فكل الناس قاعده شايفه. فحسام حسني بيعمل كليب فبينزل على القناه الثانيه، كل الناس شايفه. يمكن حضرتك دلوقتي كثرت الفضائيات شتتت الناس. صح طبعا، وبقى اي حد بيطلع في اي حته. انت دلوقتي ممكن حد يعمل اغنيه على تيك توك وبيسمي نفسه مطرب.
لا دلوقتي الدنيا اختلفت خالص طبعا. السوشيال ميديا ووسائل الاتصالات وكثرة يعني السوشيال ميديا بقى، ان كان على تيك توك ولا ان كان على فيسبوك ولا ان كان على كذا او كذا او كذا، مش كل الناس قاعده مركزه يعني، هتلاقي جزء من الناس هنا او جزء من الناس هنا، فاصبح في تشتيت جامد جدا ما لم الواحد يكثف دعايه على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقه ده بقى يكلف فلوس دلوقتي. طب احكي لي سر، اول حاجه انتوا كنتوا في جيلكوا مفيش اي ضغائن، بالعكس كنتوا بتدعموا بعض كلكوا صحاب لغايه دلوقتي، السر ده ايه برضه؟ ما هو كان في منافسه، ليه المنافسه دي ما قلبتش معاكوا بحروب يعني زي ما بنشوف مثلا كتير من يعني شفناها في العديد من المواقف، لكن معاكوا انتوا في الجيل ده بالذات لا مفيش كده ابدا، اشمعنى بقى؟ زي ما انا قلت لحضرتك في بدايه حديثي ان التجربه دي بدات في الثمانينات واكتملت في التسعينات. فاحنا كنا عارفين ان نجاح واحد فينا ده بمثابه نجاح الجيل كله. يعني حسام حسني بيعمل البوم ينزل، حسام حسني نجح الجيل كله ليه فرصه انه ينجح. حميد الشاعري عامل البوم ونزل، حميد الشاعري نجح فرصه ان الجيل كله ينجح. عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد محي، هشام عباس، مصطفى قمر، واخده بالك؟ يعني وخايف اكون يعني ناسي حتى اسماء حد من الجيل. فارس وغيره. طبعا. فاحنا كلنا كشباب من جيل التسعينات عارفين ان نجاح اي حد فينا بمثابه نجاح الكل، فكلنا كنا بندعم هذا الفنان او هذا الصديق او هذا الاخ، ان احنا بنبوش بنديله راينا. لو تصادف ان احنا موجودين في الاستديو مثلا وحد عاوز كورال، كلنا بنقوم نغني وراه كورال عادي جدا. كلنا عارفين ان النجاح حد فينا بمثابه نجاح الكل. عشان كده كلنا كنا دايما بنتكاتف مع بعض، عاوزين التجربه تنجح، عاوزين بعد ما تعدي التسعينات ونخش في الالفينات يتقال الله موسيقى جيل التسعينات دي حاجه مميزه، دي حاجه ناجحه جدا. فاحنا كلنا كنا عارفين يعني النجاح للكل بمثابه نجاح واحد فينا او نجاح واحد فينا بمثابه نجاح الكل. يعني التسعينات في الحقيقه كانت مميزه جدا بالموسيقى اللي انتوا قدمتوها، وبنشكركم على حسن اختيار المزيكا اللي عاشت عبر الزمان ولسه لغايه النهارده بتتغنى والناس عايزه تسمعها باعاده توزيع، وبنحضر لها حفلات لحد النهارده. الازياء كانت مختلفه في التسعينات، كل حاجه كده كانت لوحه فنيه متكامله. بنشكرك طبعا. بس عاوز اضيف حاجه برضو. اتفضل. ان احنا كجيل التسعينات حافظ يعني قدرنا نحافظ على الهويه الثقافيه لمصر. بالظبط. ما بعدناش عنها. كنا دايما بنقدم كلام ضمن الذوق العام، ما فيش حاجه خادشه للحياء. لازم نقدم افكار جديده، لازم، لان احنا عارفين ان بمرور الوقت الموسيقى بتاعتنا هتتضاف للمكتبه اللي بداها الشيخ سيد درويش من 100 سنه، وجم بعد كده الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، واحنا كنا في اخر القرن في التسعينات، فعاوزين نحافظ على المكتبه الثقافيه، الموسيقى المصريه او الموسيقى الشرقيه المصريه بشكل جديد، لكن احنا محافظين على السمة الثقافيه والهويه الثقافيه للبلد. انتوا في الحقيقه كمان كنتوا جيل مثقف يعني بشكل عام، يعني زي ما حضرتك قلت كده انتوا بتحافظوا على مكتبه بداها سيد درويش من 100 سنه، فانت النهارده يعني نجم فاهم هو بيقدم ايه كويس قوي، وعايز يحافظ على الهويه المصريه والذوق العام المصري. المطرب الجميل حسام حسني نجم جيل التسعينات، شكرا ليك، بشكرك يا فندم.